نيجي بقى لحاجة اسمها نظريات استخدام الألوان. إزاي نستخدم الألوان؟ مهندس الديكور مهم جدا إن هو يبقى فاهم ألوان كويس. مصمم الجرافيك لازم يبقى فاهم ألوان كويس، المصور والرسام لازم يبقى فاهم ألوان كويس. بس للأسف ناس كتير ما بيعرفوش يستخدموا الألوان، برغم إن نظريات الألوان بسيطة قوي. نظريات استخدام الألوان نظريتين بس، وفكرتهم بسيطة جدا. أول نظرية نظرية الانسجام، وتاني نظرية نظرية التضاد. نظرية الانسجام دي أو الهارموني أو التجانس، فكرتها إن كل الألوان اللي في اللوحة واخدة من بعضها، أو كل الألوان اللي في الكادر اللي أنا شايفه واخدة من بعضها. نظرية التضاد أو التباين أو الكونتراست، فكرتها إن كل الألوان اللي في اللوحة عكس بعض. إحنا هنشتغل دلوقتي على نظرية الانسجام، نتفرج على بعض الحاجات، وبعد كده نشوف نظرية التضاد. هنلاحظ كده إن اللوحة دي عبارة عن درجات كلها واخدة من بعضها، أزرقات وأخضرات وموفات، كل الدرجات بتسلم لبعضها تقريبا. برضو اللوحة دي واخدة من بعضها كل الألوان ألوان متجاورة، فبالتالي ما ينفعش أقول عليها تضاد. بس عشان نشوف الصورة بالشكل ده لازم يبقى فيها تضاد كغامق وفاتح، يعني لازم يبقى فيها هاف تون، ولازم يبقى فيها فاتح جدا، ولازم غامق جدا، يعني لازم يبقى في حاجة من الكونتراست موجودة. فهي ما فيهاش تضاد لوني، بس فيها تضاد ظلي، فيها تضاد غامق وفاتح. برضه هنا نفس الكلام، في تض... ما فيش تضاد لوني، بس في درجات غامقة، وفي درجات فاتحة جدا، وفي درجات وسط اللي هي قيمة اللون. برضه نفس الفكرة، أزرقات وموفات في طول الخط، فمش حاسس خالص بالتضاد أو الصدمة. فنظرية الانسجام دي بتحسسك بالهدوء والتناسق والتوافق، وإن كل حاجة بتسلم لبعضها. طب تخيل انت كده هتلبس لبس شبه الكادر ده، شبه الصورة دي، هتلبس ايه؟ ممكن تلبس مثلا حاجة لونها فاتح جدا زي الأبيض، حاجة لونها أخضر زي ده أو ده، حاجة تانية لونها أزرق. هتلاقي الموضوع متناسق، لأن في درجات غامق وفاتح أوي لو انت قررت. طب عاوز تلبس بس أزرق وأبيض، فلازم تلتزم بالدرجات والتونات بتاعة اللون نفسها، لازم تلبس فاتح جدا وغامق جدا ووسط. كل النظريات دي نظريات انسجام ألوان متجاورة كلها. مهندس ديكور بقى مهم قوي يبقى فاهم الفكرة دي، إن هو لو قرر، لو حد قال وأنا عاوز أشتغل بالموفات بس في البيت، تخيل كده لو عمل الحيطة نفس درجة الكنبة بنفس التون، وعمل السقف بنفس التون، وعمل السجادة بنفس التون بالظبط، هيحصل مشكلة في الرؤية، هتحس إن الكادر كله بقى غامق جدا أو فاتح جدا. هو عمل إيه دلوقتي؟ استخدم درجات غامقة من اللون البنفسجي، واستخدم درجات وسط، واستخدم درجة الأبيض الفاتح. فلو حولنا الصورة دي أبيض وأسود هتحس فعلا إن توناتها متشافة كويس ومظبوط. لازم ناخد بالنا لو هنلبس لبس بلون واحد بس، لازم تحط مثلا أبيض وأسود معاه عشان يظبط الدنيا. إنما لو لبست إشارة أزرق غامق مع بلوزة أزرق غامق مع بنطلون أزرق غامق مع جزمة أزرق غامق، هيتحول الموضوع لعفاريت بقى، تبقى ميكانيكي على طول. فعشان نعمل تناسق لوني كويس سواء ديكور أو حتى بوستر أو إعلان أو أي حاجة، لازم ناخد بالنا من قيمة اللون. قيمة اللون مهمة جدا. الإعلانات اللي بنشوفها في الشوارع هتلاقيهم دايما بيستخدموا النظرية بتاعة التضاد، حتى لو شغال بلون واحد. يعني لو لقينا فودافون اللون بتاعها أحمر، فبصوا على اليوفط بتاعة فودافون هتلاقيهم دايما بيستخدموا الأحمر مع الأبيض والأسود، لأن هو ما ينفعش يدخل ألوان تانية، ما ينفعش يكتب الكتابة بالأخضر والأصفر والبرتقاني مثلا، هو محتفظ باللون الأساسي بتاعه، بس برغم كده بيستخدم معاه الغامق جدا والفاتح جدا اللي هما الأسود والأبيض. برضه هنا مهندس ديكور فاهم كويس قوي، عمل المكان كله بلون واحد، ومع ذلك حط الاسود جدا الغامق جدا وحط الفاتح جدا، هتحس ان اللوحه مرتاحه كده والدنيا مظبوطه، ومع ذلك كسر الالوان البارده دي كلها بالورد اللي لونه اصفر وبرتقال. برضه هنا مهندس ديكور فاهم، حط الاسود مع الابيض مع الاحمر الوسط. برضه هنا حد شاطر عمل الفاتح جدا وعمل الغامق جدا وعمل الدرجات الوسطية. إنما في المجمل كده تحس إن الكادر كله مزرق، هو استخدم اللون الأزرق بس محافظ على القيمة بتاعة اللون. ده حد بقى ما ملوش فيها خالص للأسف، عمل إيه بقى؟ عمل مصيبة كبيرة، عمل الحيطة بنفس التون بتاع الكرسي بتاع الكنبة بتاع السجاد، عمل مصيبة كبيرة قوي. واضح إن هو ما كانش فاهم الموضوع، وحد نبهه للمشكلة فراح اشترى الفازة دي عشان تحل المشكلة، اللي الأباجورة اللي فيها أبيض وأسود، بس طبعا ما حلتش حاجة يعني للأسف.
الكادر الطبيعي اللي احنا شايفينه ده برضو سبحان الله فيه حكمة كبيرة قوي من فكرة ان السماء لونها ازرق والارض لونها اصفر والشجر لونه اخضر. تخيلوا كده لو الشجر ده لونه احمر مثلا، هيحصل ايه؟ الخلفية بتاعت الاحمر اللي هي السماء اللي لونها ازرق هتبقى لون بارد، والاحمر لون سخن، فيحصل تضاد وكونتراست، تحس ان انت مصدوم قوي في السماء. طب الاحمر مع الاصفر هيعمل ايه؟ انسجام، فتلاقي نفسك منسجم تحت ومصدوم فوق. طبعا هيحصل لك كانك حاطط رجل في ميه سخنه ورجل في ميه بارده، هيحصل لك صدمه على طول، كانك قاعد نصك في الشمس ونصك في الظل مثلا. فطبعا الاحمر مش هينفع. طب تخيلوا لو الشجر ده لونه بنفسجي، هيحصل ايه؟ هتلاقي الشجر عامل انسجام مع الخلفيه بتاعته، بنفسجي مع ازرق، لان البنفسجي متكون من ازرق، وعامل تضاد مع الاصفر، البنفسجي عكس الاصفر، تحس عينيك برضو مصدومه تحت ومنسجمه فوق، فمش نافع. طب تخيل لو الشجر لونه ايه بقى؟ لونه ازرق، هيتوه في الخلفيه وهيبقى عامل تضاد مع الارض. طب لو الشجر لونه اصفر، هيتوه مع الارض وهيبقى عامل تضاد مع الخلفيه. يبقى في مين اللون اللي فاضل؟ اللون اللي فاضل هو الاخضر، فكان انسب لون للشجر والزروع كلها هو اللون الاخضر. طب حاجه تانية كمان، ان الاخضر ده هو حاصل جمع الاصفر والازرق، فكانه ابنهم كده، كانك حطيت ابن السماء والارض في وسطهم، فتحس بالانسجام وانت بتتفرج، تحس ان الاخضر عامل انسجام مع الارض وعامل انسجام مع السماء، فعينيك بتتحرك بمنتهى البساطه والسلاسه والهدوء. زي برضو فكره الشمس، تخيل لو الشمس لونها بارد، لونها ازرق في خلفيه زرق، هيحصل ايه؟ هل هتحس بالدفء اللي بتحسه من الشمس ولا لا؟ مش هنحس خالص، ممكن نتلج والدنيا كلها تبرق. ولو تخيل لو السماء لونها احمر والشمس لونها اصفر مثلا، تحس برضو بالسخونه. فلازم فكره التضاد دي عشان تبرز كل حاجه. نظريه الانسجام بيستخدمها الحيوانات والحشرات في التخفي، بيستخدمها برضو بيستخدموها الجيوش في اللبس بتاع الجيش المموه بتاعهم ده، عشان لو هو ماشي في غابة لونها أخضر يبقى الأخضر ده طبيعي تايه مع اللون بتاع الغابة، لو ماشي في صحراء يبقى لونها طبيعي شبه الأرض، لو ماشي في منطقة تانية طبيعية يبقى فيها البني والدرجات الطبيعية. لأن تخيل كده لو هو لبس لون بنفسجي ومشي وسط الصحراء، تخيل البنفسجي عامل كونتراست مع لون الصحراء كده، فصعب هيتشاف على طول. فلازم يستخدم نظرية الانسجام أو التجانس أو الهارموني. يجي بقى للنظرية المعاكسة تماما للنظرية اللي فاتت، اللي هي نظرية التضاد أو التباين أو الكونتراست. النظرية دي هتلاقي فيها الألوان المتقابلة مع بعض في نفس الكادر، تحس بالصدمة كده، تحس إن الأحمر جنب الأخضر، فعينيك مشدودة قوي للكادر. بصوا هنا الأحمر جنب الأخضر. في حاجة في النبات برضو سبحان الله بتحصل، لأن النباتات كل ألوانها في الدرجات الخضراء، فعشان النبات يجذب الحشرات والفراشات ان هي تيجي تقف على الزهره وتاخد حبوب اللقاح فتتحرك بيها في اماكن تانية، فالنبات يفضل منتشر ويفضل فكره البقاء موجوده، بيخلي الالوان، ربنا خلق له الورود بتاعته بالوان مختلفه وجذابه للنباتات. فلو الورود دي لونها اخضر زي الزرع ما كانش الحشرات تنتبه خالص للورد، ولا كانت هتيجي تقف على النباتات، وكانت النباتات هتموت ومش هتستمر في التكاثر وكده. فهنلاقي برضو فكرة التضاد مهمة جدا للنبات، ان هي تجذب الحشرات والفراشات ليه. شايفين الاحمر مع الاخضر عاملين تضاد ازاي؟ تحس ان انت عينيك مصدومة جدا من الكادر اللي انت شايفه، مصدومة بشكل حلو مش بشكل وحش، تحس ان انت واخد صدمة حلوة باللونين اللي عكس بعض مع بعض. برضو هنشوف الاحمر والبرتقاني وفي خلفيته ازرق بارد، تحس بالتضاد. هنا برضو تضاد. طب ممكن نفس اللوحه يبقى فيها تضاد وانسجام ولا لا؟ ممكن عادي، ممكن لو في بروس تكوين بعمل ازازه لونها اخضر وعاوز الازازه دي تظهر قوي في اللوحه وانا برسمها، احط لها قماشه لونها احمر مثلا، فتلاقي ان الاخضر ده بقى ظاهر جدا بسبب الاحمر اللي ورا. طب لو في تفاحه على جنب كده انت مش عاوزها تظهر قوي، حطها على القماشه الحمراء هتلاقيها اختفت، لان الخلفيه بتاعتها بنفس الدرجات بتاعتها. طيب بصوا الكادر ده كده هتلاقوا ان عينيكم مشدوده قوي للحته اللي على الشمال اللي قدام الحته دي، وهتلاقوا عينيكم هاديه قوي ورا بسبب ان الاحمر جنب الاخضر شد عينيك، لان هو تضاد، وان الاخضر جنب الازرق ورا عامل انسجام فعينيك مش مشدوده قوي. هنا برضو تضاد ما بين البرتقاني والازرق، هنا برتقاني وازرق. بصوا هنا السمك البرتقاني ظاهر قوي في الخلفيه الزرق، وهتلاقوا السمك اللي لونه ازرق تايه شويه في الخلفيه لان هو نفس الوان الخلفيه.
البيوت دي لو مدهونة أزرق كلها مش هتشوفها، هتختفي. فبالتالي لازم يستخدموا مجموعة لونية مضادة للمجموعة اللونية الأساسية بتاعة الكادر. هنا برضو تضاد ما بين الأزرقات والأورانجات. هنا مهندس الديكور استخدم لونين متقابلين بقى، ما استخدمش لا الأخضر بس ولا البرتقاني بس، استخدم الاثنين زائد قيمة اللون، زائد إن هو حاطط حاجات سودة وحاجات بيضة في نفس الوقت. هنا برضو مهندس الديكور اشتغل بالدرجات الأزرق والأخضر، وفي نفس الوقت حط حاجات لونها برتقاني ولونها أحمر. هنا برضو درجة رمادي محمر، وهنا رمادي مخضر شوية، ففيها تضاد. هنا شغال بكل درجات الأخضر، ومع ذلك بعد ما خلص حب يكسر الألوان الباردة دي كلها باللوحة الحمراء والكرسي الأحمر. لبس الجراحين دايما بيبقى باللون الاخضر لان الدم لونه احمر، فلما بينزل على الاخضر بيتحول لرمادي، ما بيبقاش مزعج، غير لو الدكتور او الجراح ده لابس ابيض، الدم هيبقى مزعج جدا على اللون الابيض، عشان كده لبسوه اخضر عشان يبقى اللون رمادي لما بينزل عليه الدم. زائد طبعا ان اللون الاخضر نفسيا بيبقى مريح اكتر للمريض. الصوره دي بتوضح حاجه بقى، بتوضح ان اللون ملازم دايما للون المقابل بتاعه. لو انتم ماشيين على سفر كده وشايفين جبال، والاضاءه اللي نازله على الجبال لونها برتقاني شويه، هتحس ان الظلال بتاعتها مزرق لان المقابل بتاع البرتقاني هو الازرق. طب لو لقيت الجبال مصفره شويه، بص كده على الظلال هتلاقيها على بنفسجي، فبصوا مع على الجبال اللي ورا خالص هتلاقوا لونها خلاص مقرب قوي للبرتقاني، هتلاقي الازرق زايد قوي في الظلال. طب تعالى ناحيه الاصفر كده هتلاقي جنبه البنفسجي، تعالى ناحية الأحمر هتلاقي جنبه الدنيا مخضرة أكتر. طبعا هو عشان الزرع مخضر أه، بس درجة الخضار عموما زادت جنب الأحمر. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لو برسم تكوين طبيعة صامت وحاطط إضاءة صفراء على التكوين، لازم هتشتغل في الظلال بدرجات بنفسجي، لازم هتحط نسبة بنفسجي في الظلال عشان تأكد لك الفكرة بتاعة الكونتراست أكتر. ولو بتشتغل بإضاءة برتقاني هتحط أزرقات في الظلال، لو بتشتغل بإضاءة لونها أحمر هتحط أخضرات في الظلال.